نذهب إلى السعودية وتحديدا في الشمال، حيث جذبت الصحراء المتنزهين للاستمتاع بالأجواء المعتدلة وتحديدا في فياض محافظة رفحة. وفي غرب المملكة على البحر الأحمر جذبت رفحة السفينة الغواصة المتنزهين للاستمتاع بأجواء البحر ما بين التنزه في البر والبحر، قصة وفاء رصدتها كاميرا العربية. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. بدأ وجه الربيع على رحاب الشمال حاملاً ملامح أهله في ترحابهم للقادمين من شتى المناطق. ومع صباحات منطقة الحدود الشمالية السعودية يغطي الضباب أحياناً هذه الفياض التي تقع غرب محافظة رفحة ويحفها بنسائم باردة ينساب معها عبق النباتات البرية، وكأن في كل طرف منها حانوت عطار. حنا جايين من حايل ونتمشى بهالفياض، فياض هالي غرب رفحة وفياض زيني وفياض الله الحمد بشرتم بخير. طبيعة خلابة أشرقت ألوانها من نور شمس الشتاء ومزجت من خضراء أرضها وبياض ضبابها وحمرة تلالها المروية من ماء السماء لتتشكل كلوحة فنية تغري المتنزهين للاستمتاع بأجواء ربيعية جذابة. جاي من المنطقة الشرقية وجاي خاصة الربيع رفحة تحديدا للفياض الموجودة هنا، وزي ما انت شايف الأجواء ربيعية ممتعة جدا. من التنزه في هذه الفياض في بر رفحة تأخذنا كاميرا العربية إلى التنزه في البحر، حيث رفحة السفينة الغواصة في البحر الأحمر. شمال السعودية تنقلكم كاميرا العربية إلى غربها، حيث التنزه هذه المرة ليس في البر بل على البحر، وتحديدا على متن رفحة السفينة الغواصة في البحر الأحمر. هذه السفينة التي وسمت برفحة وفاء من مالكها لمسقط رأسه محافظة رفحة شمال السعودية التي غادرها قبل 40 عاما، حطت رحالها قبل أيام في مرفأ جدة. سميت هذه السفينة الغواصة باسم رفحة تقديرا لمكانة رفحة الحبيبة في قلبي. أنا ولدت فيها وترعرعت فيها وعشت في برانها وفياضها. 40 مترا طول هذا اليخت الذي يتكون من 4 طوابق الأرض منها يغوص داخل البحر لأكثر من مترين، تحيط به جدران زجاجية تعكس جمال البحر الأحمر وشعبه المرجانية. الرفحة لهم حق واجب علي، كل من هو مولود برفحة يأكل ويشرب عليها مجانا ويعرس بعد، بس يكون الزوج الأولى ما بالثانية. الله محييهم. رفحة التي خرج اسمها من الصحراء تتسع ل250 راكبا تقلهم على متنها للتنزه في أعماق البحار. من جدة جزاعاً ماصي العربية.